دعت إدارة السير المركزية المواطنين إلى الإقلال من الحركة واقتصارها للضرورة القصوى فقط. وللحديث حول آخر أحوال الطرق في المملكة معنا عبر الهاتف العقيد ياسر الحراحشي مدير إدارة السير المركزية. مساء الخير بداية ياسر بيك، وهل أطلعتنا على حالة الطرق في مختلف محافظات المملكة؟ بداية أخي الكريم مساء الخير لك ولجميع مشاهديك الكرام. الطرق الآن في جميع محافظات المملكة والحمد لله سالكة، يعني ما في إغلاقات لأي من الطرق في المملكة باستثناء تساقط كثيف وضباب كثيف في منطقة ثغرة عصفور. برضو في عندنا في منطقة عمان الغربية سويلح الآن شارع الملك عبد الله الثاني طريق المطار شارع الملك رانيا يشهد الآن برضو تساقط للثلوج مع الضباب، لكن الطرق الحمد لله يعني سالكة. اسمح لي أخي الكريم إني أوجه يعني كل التحية والتقدير لأخواننا المواطنين اللي حقيقة كانوا متجاوبين يعني في التقليل من حركتهم في الشوارع الرئيسية حتى يفسحوا المجال للأجهزة الرسمية في إنها تمارس دورها في تقديم العون والمساعدة ورفع الإعاقات من الشوارع وفتح الطرق إن أغلقت. الأمور الآن جيدة. أنا بوجه رسالة لأخواني المواطنين وخصوصا يوم السبت ويوم الأحد إنه نخفف من الحركة قدر المستطاع حفاظا على حياتهم وعلى ممتلكاتهم، وخصوصا بالفترات الصباحية والانجماد نبتعد عن التتابع القريب أثناء يعني استخدامنا لمركباتنا. وأتمنى على أخوان المواطنين إنه ما نستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية، لما لهذه المخالفة من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين. كم بلغت عدد الحالات التي تعاملتم معها اليوم؟ أخي الكريم يعني عدد الحوادث اللي تعاملنا معها اليوم 157 حادث، 110 حوادث في العاصمة عمان و57 في 100 حادث في العاصمة عمان و 167 حادث، 110 في العاصمة عمان و57 في باقي محافظات المملكة. وللأسف نجم عن هذه الحوادث وفاتين وست إصابات. قمنا من الفترة الصباحية وحتى هذا التاريخ برفع ما يقارب 631 مركبة من الشوارع، لأنه إن 12 ونش بالتعاون بيننا وبين إخواننا في أمانة عمان هاي المركبات تعطلت نتيجة الأمطار وحمل المركبات ونفاذ الوقود من المركبة والتعطل في الشوارع الرئيسية. وتم حقيقة تقديم الخدمات للكثير من إخواننا المواطنين في الشوارع وإسعاف وبعض الإخوان المواطنين باتجاه المستشفيات، وبعضهم يعني مركباتهم كانت بحاجة لإصلاح البنشر أو حتى الوقود قمنا بتأمينهم فيه. الأمور لغاية هذه اللحظة الحمد لله في تعاون واضح صدقا، يعني أنا بوجه برضو مرة ثانية التحية للمواطن على تعاونهم معنا وعلى إدراكهم لمثل هذه الظروف الجوية إنه إحنا نحاول قدر المستطاع نخفف من الحركة. وإذا أنت ملاحظ من خلال التقارير اللي أنتم قدمتوها يعني قبل قليل كان في يعني حقيقة ما في كثافة مرورية في الشوارع، هذا نتيجة وعي أخونا المواطن في مثل هذه الظروف الجوية. نعم العقيد ياسر الحراحشي مدير إدارة السير المركزية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.